إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بوفكران. خبر زوين، شفاء إلى حدود الساعة 1977 حالة كانت فيها كورونا. بقوا في ديوركم ومزيدا من الاحتياطات، فأرجوكم مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، ما بقى قد ما فات، مزيدا من الحذر، مزيدا من الالتزام، ومزيدا من التكماش. إذن أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 100 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يومه الثلاثاء. يرتفع العدد الإجمالي لحالات إصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5153 حالة. إذن عرفنا 100 حالة إصابة جديدة إلى حدود الساعة 10 صباحا، والحصيلة ترتفع إلى 5153. فمزيدا من الحذر أرجوكم مغاربة العالم. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 42684 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 1799 حالة، أي بزيادة 146 حالة إلى حدود الساعة 10 صباحا. إذن فالحمد لله مشاهدينا الكرام، في الأيام الأخيرة وتقريبا منذ دخول هذا الشهر الفاضل رمضان، فعرفنا واحد الارتفاع نسبي في حالات الشفاء وتراجع في حالات الوفيات، فهذا خبر زوين الحمد لله. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن كما سمعتوا معنا مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، فكان هذا البلاغ ديال وزارة الصحة. نعود نقرأ عليكم مشاهدينا الكرام، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 100 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات إصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5153 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري بلغ 42684 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 1799. فالحمد لله 1799 تم شفاؤهم شفاء تاما إلى حدود اللحظة، أي بزيادة 146 حالة شفاء إلى حدود الساعة 10 صباحا. فيما بلغ عدد حالات الوفيات للأسف 180 حالة، فللأسف فقدنا 180 شهيد، فاللهم ارحمهم واجعلهم من أصحاب الجنة يا أرحم الراحمين. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن مشاهدي الكرام، الناس اللي عاد التحقوا بنا مباشرة من بوفكران، هذا خبر زوين، شفاء 1799 حالة إلى حدود ساعة كانت فيها كورونا. بقوا في ديوركم ومزيدا من الاحتياطات، مزيدا من الحذر مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، ومزيدا من التكماش أرجوكم مغاربة العالم تكمشوا. غادي نعاود نقرأ عليكم البلاغ، الناس اللي عاد التحقوا بنا مرحبا بكم. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 100 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يومه الثلاثاء، يعني عرفنا 100 حالة جديدة مغاربة العالم، مزيدا من الحذر. ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس بالمملكة إلى 5153، فالحصيلة ترتفع إلى 5153. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 42684 حالة. ف 42684 تم استبعادهم بعد التحاليل المخبرية السلبية. وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 1799،
فالحمد لله عرفنا 146 حالة شفاء جديدة إلى حدود الساعة 10 صباحا. فأرجوكم مزيدا من الحذر مغاربة العالم، فكما عرفتوا منذ دخول الشهر الفاضل شهر رمضان عرفنا ارتفاع في عدد حالات الشفاء الحمد لله، وعرفنا تراجع في عدد الوفيات أيضا فالحمد لله، فيما بلغ عدد الحالات الوفيات 180 حالة، فللأسف فقدنا 180 حالة. اللهم اجعلهم من أصحاب الجنة يا أرحم الراحمين. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. فأرجوكم مغاربة العالم ما بقى قد ما فات، فالله يجزيكم بخير، نبقاو في ديورنا ونزيدو نتكمشو في الديور ديالنا، وإن شاء الله غادي نخرجو في القريب العاجل للحياة ديالنا الطبيعية. فاحنا ما علينا إلا الالتزام ومزيدا من الحجر الصحي ومزيدا من التكماش في الديور ديالنا. فأرجوكم مغاربة العالم تكمشوا بهذا المصطلح كما تنقولها لكم ديما، تكمشوا يا الخوت، تكمشوا يا الخوت حتى كورونا تفوت. مباشرة من بوفكران مغاربة العالم، دائما كما عودناكم على قناتكم شوف تيفي دائما نوافيكم بآخر المستجدات كل ما يتعلق بالكوفيد 19، فمرحبا بكم على مدار الساعة. فقناة شوف تيفي قناتكم أنتم مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، فأنتم لقبتموها بقناة الشعب، نحن في خدمة الشعب. فقناة شوف تيفي صوت من لا صوت له. فمرحبا بتعاليقكم مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. فغادي نعاود نقرأ لكم البلاغ ديال وزارة الصحة إلى حدود الساعة 10 من يومه الثلاثاء مغاربة العالم. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 100 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يومه الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5153. 100 حالة جديدة مغاربة العالم، الحصيلة ترتفع إلى 5153. فأرجوكم مزيدا من الحذر. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 42684. ف 42684 حالة تم استبعادهم بعد تحليل مخبري سلبي. وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 1799 حالة، أي بزيادة 146 حالة شفاء إلى حدود الساعة 10 أو إلى حدود اللحظة. فأرجوكم مغاربة العالم مزيدا من الحذر، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 180 حالة للأسف، اللهم اجعلهم من أصحاب الجنة يا رب. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. فأرجوكم مغاربة العالم ديما تنقولها لكم مزيدا من الحذر ومزيدا من التكماش في الدور ديالنا، تكمشوا أرجوكم، فما بقى قد ما فات، ونخرجوا إن شاء الله الحياة الطبيعية ديالنا، ونشوفوا الصحاب ديالنا ونشوفوا الأحباب ونشوفوا العائلة. فأرجوكم مزيدا من التكماش، مزيدا من التكماش، مزيدا من التكماش، نتكمشوا في ديورنا، نخليو السلطات يديروا الخدمة ديالهم، نعاونوهم بالجلس في الدار، وما نخرجوش إلا للضرورة القصوى. وإلا خرجنا ما نساوش الكمامات أو لبافيت، وما نساوش مسافة الأمان بيننا وبين الناس اللي غنهضروا معاهم منين نخرجوا، التي لا تقل على متر ونص إلى جوج الأمتار. فأرجوكم مزيدا من التكماش، ما بقى قد ما فات، ونخرجوا إن شاء الله. كان معكم محمد طراف مباشرة من مدينة بوفكران، صباحكم سعيد، تقبل الله صيامكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.